عزيزي المشاهد، هون عليك فكل الأمر ينقطع، وخلي عنك ضباب الهم يندفع، فكل هم له من بعده فرج، وكل كرب إذا ضاق يتسع. ما استعان أحد بالله إلا قضيت حاجته، وأنست روحه، وصلح قلبه. فلا تطع عليك عظيم فضلها الذي يكفيك منه شعورك بمعية الله. الله سبحانه وتعالى يقول في الكتاب الكريم: إنا كل شيء خلقناه بقدر. مخاوفك، أحزانك، وكل متاعبك هي بقدر. لذا لن تطول، اصبر، املأ قلبك يقين، وامض مطمئنا، فكل أقدار الله خير. خذ هذه النصيحة الجميلة كلما شعرت بضيق عليك بأمر عظيم، ألا وهي الصدقة. ففي الصدقة تيسر للأمور، راحة للصدور. الله تعالى يقول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. تعرف وش النتيجة؟ فسنيسره لليسرى. لا تلتفت يمينا أو يسارا لتبحث عن أحد يساندك، ولكن انظر إلى الأعلى فستجد من يرعاك. فقط قل يا رب، تحدث إلى قلبك وأخبره أن الله يرى، وإن داوم الحال من المحال، وإن العافية ستصيبك كما أصابتك الفاجعة. أقدار الله كلها خير، وحاشاه أن يتركنا هملا. وإن فقدت الأسباب فرب المسببات بنفخة رحمة واحدة ينتشلنا مما نحن به. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو: اللهم أرضني بما قضيت، وعافني فيما أبقيت، حتى لا أحب تعجيل ما أخرت، ولا تأخير ما عجلت. ناداه نوح بضعفه فقال: إني مغلوب فانتصر. وناداه زكريا بكبر سنه فقال: إني وهن العظم مني. وناداه يونس بتقصيره: إني كنت من الظالمين. فاجمع يا عزيزي المشاهد ضعفك وفقرك وذنوبك ومرضك وحاجتك، واطرحها على أعتابه، وتدلل بها في جنابه، فالافتقار إليه أوسع أبواب الدخول عليه. استعن بالله والجأ إليه، واطلب منه المعونة، واسأله أن يلهمك الصبر والرضا بقضائه، كي يهون عليك البلاء وتنجح في الامتحان. يا أخي، الثقة بالله أمر عظيم، غفلنا عنه كثيرا، فما أحوجنا اليوم إلى هذه الثقة لنعيد بها توازن الحياة. إذا انكسر قلبك وتدللت جوارحك، ودعيت ثم دعيت ثم دعيت، وألححت على الله في دعائك، فراقب أبواب الفرج وهي تفتح، ودروب النجاح وهي تضيء، والابتلاءات وهي تدفع. ولا أعرف يا عزيزي المشاهد طريقا لاستجابة دعائك أسرع من الانكسار قلبك لربك. ولا تنسى مناجاة الأسحار، فإنها تغلب الأقدار. فمتى ما أغلق الله عنك أبواب الرجاء بالبشر كافة، وقطع آمالك فيهم، فاعلم أن الله سيفتح لك بابا خالصا له، فيأتي الفرج والرزق مبارك منه موصولا برضاه، على قدر يختاره ويرضاه، في حلة أبهى وكساء أغلى، وعز مما كنت إليه تسعى. وأخيرا، تذكر يا عزيزي المشاهد، ما أحزن الله عبدا إلا ليسعده، وما ابتلى الله عبدا إلا لأنه يحبه. فقولوا الحمد لله دائما وأبدا. اشترك ليصلك ما ينفعك. أخوكم عبد الفتاح.